يلا عشان تبتدي. ظهري باين كده ولا؟ هذا كله ده. سمعني؟ السلام عليكم ورحمة. بدأت ولا لسه؟ أبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم الأربعاء 17 أكتوبر في مدينة الموصل في حي الزنجيلي، وكما نرى الآن هذه البنايات المدمرة كلها عن بكرة أبيها، وهنا أيضا أحياء كاملة 50% 60% 80% دمر تدمير كامل من هذه الجماعات التي لا نعلم من أين أتت لنا. فأن أردنا أن نرى مثل هذه البيوت التي دمرت والشوارع التي أصبحت خاوية على عروشها، والآلاف المؤلفة ومئات الآلاف من الناس والملايين التي نزحت من الموصل وصلاح الدين وتكريت والأنبار وكل هذه المناطق. نجد أننا لابد أن نتكلم عن أحلام هؤلاء الناس وأرواحهم التي زهقت ودماءهم التي سكبت ومقدراتهم التي نهبت إلى آخره. والآن هؤلاء الناس يحتاجون الأساسيات 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 لكي يرجعوا مرة أخرى إلى ديارهم وإلى قراهم وإلى مدينة الموصل التي نحن فيها الآن. 3 مليون عراقي يعيشون نازحين منذ سنوات، فأين نحن الآن ونحن نتلهى اليوم بالتصفيات لكأس العالم في روسيا العام القادم، مسلسلات العربية والتركية، العرب ايدولز عرب جود تالنت والأغاني والمراقص إلى آخره، وهناك شعوب صنعت حضارات كالشعب العراقي يعاني ويئن معاناة شديدة جدا منذ سنوات من هذه الجماعات الإرهابية التي لا نعلم من أين أتت. نحن نريد الموصل وغير الموصل، نريد لهم بلك الأساسيات 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 كالماء والغذاء والكهرباء لكي يستطيعوا أن يرجعوا مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم وأحيائهم وشوارعهم. في المنطقة دي فقط لا تعبر عما حدث في الموصل في هذه الأعمال الإرهابية العنيفة التي قام بها هؤلاء الناس، ولذلك لا ندري من أين أتوا وكيف وصلوا ومن يمولهم ومن يمدهم بكل هذه المعلومات عن تدمير وتهجير. تاريخ يطمس، ثقافة تمحى، وأرواح تزهق ودماء تسفك، ليس فقط في الموصل لكن في صلاح الدين ولكن في الرمادي ولكن في تكريت وفي مدن كاملة أصبحوا أحياء كاملة أصبحت خاوية على عروشها، وكأننا نخرج من الحرب العالمية الأولى أو نخرج من الحرب العالمية الثانية. هذه لقطة لنا كي نفيق ونضع أنفسنا ومشاعرنا وأحلامنا تجاه هؤلاء الناس الممتحنين الذين كانوا من أكرم الناس وأعز الناس وأغلى الناس وصنعوا حضارة وثقافة وتاريخ، والعراق معروفة بتاريخها وحضارتها وثقافتها، ولكن أين نحن الآن من هؤلاء الناس الكرام الكرماء؟ ونحن المحتاجون إليهم، هم لا يحتاجون إلينا لأننا الضعفاء وهم الأقوياء، إننا الأدلاء وهم الكرماء، إنهم الأغنياء ونحن الفقراء، إنهم الأقوياء ونحن الضعفاء، إنهم الأصحاء ونحن المرضى، المرضى الذين لا نستطيع أن نحدد معالم المرض النفسي الذي يصيبنا ونتلهى بملاهي الدنيا وانشغالاتنا في الدنيا، ونترك مثل هذه الشعوب التي كان لها فضل علينا كثيرا على كل الشعوب، كل الشعوب الغنية الآن في المنطقة العربية، العراق كانت تأويهم وتطعمهم وتكسيهم وتعلمهم بالمجان في خلال 50 عام الماضية. واليوم نداء للعراق من داخل الموصل، أفيقوا أيها الناس لقد لا تصابوا بما أصاب الشعب العراقي، أنتم المحتاجون أنتم المحتاجون أنتم المحتاجون أنتم الفقراء أنتم الفقراء
أنتم الفقراء، فاغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق، اغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق، اغنوا أنفسكم بمساعدة إخواننا في العراق، وقدوا حوائجكم بأن تقفوا إلى جانبهم، ولا تنسوا قضية العراق في كل مكان في العراق الذي هجر منه الملايين من الناس. ونراكم مرة أخرى من مدينة أخرى كي لا ننسى العراق أو ننسى أي مكان يقع فيه كارثة ويعم ويغمم أو يتمسه الإعلام. إعلام كثير لا يأتي إلى العراق لأنه لا يريد أن يظهر القضية الإنسانية داخل العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الموصل.